السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. من خلال هذا الفيديو سنتطرق لحصة تقويم ودعم الوحدة الخامسة، وحدة عالم الحيوان، من كتاب مرشدي في اللغة العربية. عنوان النص: زقزق يا عصفور، زقزق يا عصفور. تفقصت بيضة فخرج منها كتكوت كبر في غابة تكثر فيها البلابل، فصار عصفورا. وحين زقزق أول مرة تفاجأت البلابل وصمتت. قال بلبل: هذا صوت يختلف عن أصواتنا. وأضافت بلبلة: وقبيح. وقال آخر: أنت تعيش بيننا وعليك أن تغرد كما نغرد. فرد العصفور قائلا: لكنكم بلابل وأنا عصفور. وقال بلبل فتي غاضبا: فلتسكت. عندئذ تقدم بلبل عجوز وقال: دعه يا بني، من حقه أن يزقزق كما يشاء. وسكتت البلابل، فزقزق العصفور وابتسم البلبل العجوز وقال: صوتك رائع، لم نألفه من قبل. زقزق يا بني، زقزق حتى نعتاد على صوتك. نبدأ بإنجاز التمارين المرافقة لهذا النص. أنجز تمرين رقم 1: أين تجري أحداث القصة؟ إذن أين تجري أحداث القصة؟ لاحظوا معي هنا: تفقصت بيضة فخرج منها كتكوت كبير في غابة تكثر فيها البلابل. إذن تجري أحداث القصة في غابة، إذن أحداث القصة تجري في الغابة، أحداث القصة تجري في الغابة. ما شخصيات القصة؟ إذن شخصيات القصة: الكتكوت الذي صار عصفورا، بلبل، بلبلة، بلبل فتي، وبلبل عجوز. شخصيات القصة: الكتكوت الذي صار عصفورا، بلبل، بلبلة، بلبل فتي، وبلبل عجوز. أضع العلامة في الخانة المناسبة. من دافع عن العصفور؟ البلبلة أو بلبل صغير أم بلبل عجوز؟ لاحظوا معي هنا في الفقرة الأخيرة: عندئذ تقدم بلبل عجوز وقال: دعه يا بني، من حقه أن يزقزق كما يشاء. إذن بلبل عجوز هو من دافع عن العصفور. سنضع علامة أمام عبارة بلبل عجوز. ننتقل للصفحة الموالية. أضع علامة في المكان المناسب. للعصفور في الحق أن يزقزق كما تزقزق العصافير، نعم أم لا؟ نعم، للعصفور الحق في أن يزقزق كما تزقزق العصافير. تمرين رقم 2: أقرأ الكلمات الآتية وأركب منها كلا منها في جملة. هؤلاء، الذين، التي. إذن كلمة هؤلاء، هؤلاء تلاميذ مجدون هؤلاء التلاميذ مجدون الذين أحترم الذين علموني دائما. عند نهاية الجملة أضع نقطة.
أحترم الذين علموني. بالنسبة للتي، إذن استعرت القصة التي أحبها. استعرت القصة التي أحبها. أعيد قراءة الجمل. هؤلاء التلاميذ مجدون. أحترم الذين علموني. استعرت القصة التي أحبها. تمرين رقم 3. أحول الجملة وأملأ الفراغ بما يناسب. هذا هو القط الذي أفضله. هذا هو القط الذي أفضله. هما القطان. إذن هذان اسم الإشارة الذي سأستعمله، وهذان يدل على المثنى. هذان هما القطان اللذان أفضلهما. هذان هما القطان اللذان أفضلهما. بالنسبة للجملة الثانية، لاحظوا معي، هي القطة. إذن المفرد المؤنث. إذن سأستعمل هذه هي القطة التي أفضلها. إذن هذه هي القطة التي أفضلها. أستعمل لا لأنبه صديقي إلى التعامل مع الحيوان. إذن أستطيع أن أقول لا تقسو على الحيوان. لا تعذب حيوانا. إذن لا تقسو على الحيوان ولا تعذب الحيوان. أعيد كتابة الكلمة المسطرة تحتها وأقرأ الجملة. إذن سأعيد كتابة الكلمة المسطرة عليها ثم نقرأ الجملة. لدي هنا كلمة اسمع. اسمع. اسمع اسمع بلبلا يغني. اسمع اسمع بلبلا يغني. زقزق. سأعيد كتابة كلمة زقزق. زقزق زقزق يا عصفور. زقزق زقزق يا عصفور. أملأ الفراغ بما يناسب كما في المثال. هذا بلبل يغني. إذن هذا عصفور جميل، طيور ترفرف. وهذه طيور ترفرف. هذا عصفور جميل وهذه طيور ترفرف. تمرين رقم 7. أتخيل أن العصفور يزقزق في حفل أقامته البلابل. أكتب 3 جمل تصف فيها الحفل. إذن 3 جمل نصف فيها الحفل الذي شارك فيه العصفور. كانت أنشودة العصفور جميلة، فرحت البلابل وصفقوا للعصفور، تشاركت البلابل في الغناء مع العصفور.
نستطيع إضافة كان تغريد العصفور جميلا أو مبهرا. نستطيع إبدال جميلا بكلمة مبهرا. إذن أعيد قراءة الكلمة الجمل: كانت أنشودة العصفور جميلة، فرحت البلابل وصفقوا للعصفور، تشاركت البلابل في الغناء مع العصفور، كان تغريد العصفور مبهرا أو جميلا. ننتقل للسؤال رقم 8 والسؤال الأخير في هذا الفيديو، هذه الحصة: أصنع لعبة العائلات السبع مع تلاميذي وتلميذات قسمي. إذن أختار 6 كلمات من كل عائلة من العائلات السبع الآتية وأكتبها في الجدول. إذن لدي هنا 7 كلمات وسوف نكتبها في الجدول. أختار 6 كلمات من كل عائلة من العائلة السبع الآتية وأكتبها في الجدول. إذن الأنثى، البقرة، الذكر. ما هو ذكر البقرة؟ فكروا جيدا. الثور، جيد، الثور والذكر. صغير البقرة والثور ماذا يسمى؟ يسمى عجلا، العجل. المأوى أي مسكن البقرة، والحظيرة، الحظيرة. الصوت، صوت البقرة يسمى خوارا، خوار. صادف الألف واللام، الخوار. الغذاء، الأعشاب، الحشائش، البرسيم، كل هذا هو غذاء البقرة. الأعشاب، سأكتب الأعشاب. إذن البقرة، الذكر، الثور، الصغير، العجل، المأوى، الحظيرة، الصوت، الخوار، الغذاء، الأعشاب أو البرسيم أو الحبوب. بالنسبة للحصان أو الجواد، أنثى الحصان أو الجواد هي الفرس، الفرس. صغير الفرس والحصان ماذا نسميه؟ نسميه مهرا، مهرا أو المهر. مأوى الحصان الإسطبل. طبلو. صوت، صوت الحصان يسمى صهيلا، صهيل. بالنسبة للغذاء مثلا الحشائش، الحشائش. النهيق، بالنسبة للصوت عندي هنا النهيق وصوته صوت الحمار، النهيق وصوت الحمار. بالنسبة للذكر الحمار، الحمار. بالنسبة لأنثى الحمار ماذا تسمى؟ أنثى الحمار الآثان،
أنا أملأ معكم هذا الجدول على سبيل الاستئناس، بالنسبة للمطلوب فقط ملء هذه الكلمات في المكان المناسب، نكتبها في المكان المناسب، وأنا أملأ معكم المعلومات على سبيل الاستئناس فقط. الآثان الصغير هو الجحش، جحش. المأوى الإسطبل. الصوت هو النهيق. بالنسبة للغذاء، الغذاء أيضا العشب والحب أو الحبوب. هنا فقط للتذكير كما قلت قبل قليل، مثلا هنا لدي الثور انتهوا البقرة، لاحظوا معي البقرة، الذكر، الثور. الحمل عندي هنا الصغير الحمل. بالنسبة للأم الأنثى النهجة، النهجة. الذكر الخروف. الصغير الحمل. المأوى الزريبة. الصوت صغاء، صغاء الخروف. بالنسبة للغذاء الحشائش. هنا فقط تذكير بالنسبة للخروف والنعجة، ممكن أن نقول ثغاء أو نقول مأمأة، مأمأة أيضا هو صوت الخروف والنعجة. بالنسبة للماعز ذكر، بالنسبة لذكر الماعزة فهو التيس. صغيرهما هو الجدي. جدي. المأوى الزريبة أيضا، الزريبة هي مأوى التيس، الماعز والخروف. بالنسبة للصوت الماعز فهو أيضا ثغاء، نقول ثغاء الخروف أو ثغاء كذلك الماعز، ثغاء. بالنسبة للغذاء العشب أو الحشائش أيضا، إنها حيوانات عاشبة، حشائش، البرسيم. عندي هنا الضغيب، الضغيب هو صوت الأرنب، صوت الأرنب، أرنب. أنثى الأرنب تسمى أرنبة، أنثى الأرنب تسمى أرنبة. بالنسبة لصغير الأرنب تسمى الخرنق، الخرنق. بالنسبة لصغير الأرنب الخرنق.
مأوى الأرنب الجحر. بالنسبة للغذاء الأعشاب، يتغذى الأرنب على الأعشاب. الكتكوت هو صغير الدجاجة والديك، الدجاجة والديك. بالنسبة للأنثى الدجاجة، الذكر الديك. المأوى الخم، مأوى الدجاجة والديك هو الخم. الصوت صياح. بالنسبة للغذاء الحبوب، إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، مع السلامة.